حبيني، هنكمل النهاردة إن شاء الله sections بتاعة thermodynamics. آخر مرة اتقابلنا فيها كنا بدأنا في موضوع chapter 2 اللي بيتكلم على entropy، وقلنا إن الأساس chapter 2 إزاي أقدر أطبق second law of thermodynamics على process، سواء إن أنا أحدد ال direction أو سواء إن أنا أحدد ال quality. وقلنا أول حد بدأ الموضوع دوت كان كلاوزيس، وطلع لي قانون كلاوزيس inequality اللي كان بيقول لي انت كام على سايكل بارشال كيو على تي ليس ذان ايكوال زيرو. ومن هنا كلاوز قدر يطلع البروبرتي الجديده اللي سميناها الانتروبي، وبدانا ندخل في تفاصيل الانتروبي ونبتدي عملنا انتروبي بالانس على كلوز سيستم، ونفس الكلام كان ينفع يتطبق على اوبن سيستم سواء ستيدي ستيت ستيدي فلو او ان ستيدي ستيت ان ستيدي فلو. وقدرنا نستنتج من الانتروبي بالانس ان احنا طلعنا تيرم اسمه دلتا اس توتال، أو سميناه دلتا S نت أو دلتا S universe أو دلتا S أو S generated total. وقلنا إن دلتا S total بتساوي دلتا S system plus دلتا S surrounding. وأساس إن أنا أحدد ال direction بتاعت ال process أو نوع ال process عموما، إن أنا أقدر أحدد القيمة بتاعت دلتا S total، فبتطلع عندي تلات احتمالات: يا إما تبقى positive value ساعتها أعرف إن هو irreversible process، لو طلع بزيرو يبقى totally reversible process، لو طلع negative هيبقى على طول impossible process. واتفقنا المشكلة اللي قابلتنا بعد كده انا ازاي اقدر اطلع قيمة للدلتا اس بتاع السيستم والدلتا اس surrounding. واتفقنا برضو ان الدلتا اس اللي هي الانتروبي تشينج دايما تبقى وحدتها جول بير كلفن. وقدرنا نطلع دلتا اس سواء للايديال جاز، وقدرنا نطلع من ثلاث قوانين: دلتا اس بتساوي ام سي في لان تي 2 على تي 1 ماينس ار لان بي 2 على بي 1، قانون تاني ام سي في لان تي 2 على تي 1 بلس ار لان في 2 على في 1، واخر قانون ام سي في لان في 2 على في 1 بلس سي في لان بي 2 على بي 1. وانا ان انا حسب الجيفنز اللي عندي اقدر ان انا احدد هشتغل باني قانون من الثلاثه، ده ان كيس ان كان وركينج فلويد عندي ايديال جاز. وبرضه بشوف الفيكسد بروبرتي الثابته، لان لو انا كان عندي مثلا بريشر ثابت يبقى اللين هيبقى لين واحد اللي هو اوريدي بزيرو، فاقدر ان انا ابسط شكل المعادله شويه. وبرضه عرفنا نطلع الدلتا اس لو كان السبستنس اللي عندي سوليد اور ليكويد، بس بشرط ان هو يبقى دايما سنجل فيز. طبعا دلتا اس هتساوي ام سي لان تي 2 على تي 1، وان السي ديت كانت هي السبيسيفيك هيت كاباسيتي بتاع السوليد او الليكويد. وقدرنا برضه نحدد الدلتا اس لو انا بتعامل مع بيور سبستنس، وطبعا كالعاده في بيور سبستنس عشان اقدر احدد اي بروبرتي لازم اشتغل بالثيرمودينامكس تيبلز. وقلنا ان الدلتا اس ساعتها تساوي m2s2 minus m1s1، و s2 اللي هي specific و s1 specific اقدر اجيبها من التابل حسب state 2 حسب state 1. اخر حاجة قدرنا نجيب الدلتا اس للثيرمال ريزرفوار، وقلنا ان الثيرمال ريزرفوار الشرط بتاعه ان الماس بتاعه tends to infinity، وساعتها يبقى ال change في temperature بتاعه almost zero، وساعتها نقدر نقول الدلتا اس دايما بتساوي q اللي راحت للريزرفوار او اللي طلعت من الريزرفوار على t بتاعت الريزرفوار. Noting that إن دايما thermal reservoir عندي بيبقى هو في غالب ال surrounding، وساعتها أقدر أقول إن Q reservoir اللي أنا ساعتها أسميها Q surrounding هي نفسها negative Q system. اتفقنا برضو المرة اللي فاتت إن إحنا كان عندنا حاجة بنسميها thermodynamic relation، هي دي اللي قدرنا نطلع منها القوانين بتاع دلتا S اللي فوق. وقلنا إن thermodynamic relations بتوع أول قانون بيقول لي TdS equals dU plus BdV، والقانون التاني كان بيقول لي TdS equals dH minus VdV. استنتاج صغير بس هنطلعه من القانونين دول: لو in case عندي ideal gas، فلو ان انا اشتغلت بالقانون اللي بيقول لي TdS equal dH minus VdV، وافترضت ان انا عندي constant pressure process، ساعتها اقدر اقول ان VdV equal zero لان pressure constant، ويطلع لي TdS equal CB dT، وبالتالي اقدر اقول ان dT by dS لو pressure equal constant equal T على CB. لو ان انا اشتغلت بقانون تاني TdS equal dU plus BdV، وقلت ساعتها ان ال volume هو constant، ساعتها ال BdV هيبقى equal zero، ويطلع لي TdS equal CV dT، وبالتالي اقدر استنتج ان dT by dS at constant volume equal T على CV. الفايدة من القانون ده والقانون ده، زي ما اتفقنا قبل كده في ال ideal gas term الاول ان احنا كنا بنهتم دايما نرسم حاجة اسمها BV diagram، المرة دي احنا هنبقى مهتمين نرسم حاجة اسمها TS diagram. زي ما احنا عارفين دايما temperature مع ال entropy العلاقة بينهم دايما تبقى direct proportional، لما temperature تزيد entropy هتزيد. لو temperature constant هنلاقي دايما الخط بالنسبة لي بقى horizontal على أساس إن temperature على y axis. لو ال entropy constant أو الإجراء isentropic هنلاقي دايما الإجراء بتاعي بقى vertical. ناقص لي مشكلتين: أنا أقدر أرسم الإجراء pressure equal constant volume equal constant، طبعا بأن temperature مع ال entropy العلاقة بينهم direct proportional الاتنين بيزيدوا مع بعض، فدايما هنلاقي إن العلاقة سواء volume constant أو pressure constant T وال S هيبقى التغير بتاعهم مع بعض direct proportional. المنظر دهوت. أنهي سلوب أكبر؟
لو بصينا للجراف ده هو تعرف على طول ان السلوب هيمثله دي تي باي دي اس. فلو بصيت للمعادلتين اللي انت استنتجتهم لقيت دي تي باي دي اس لو pressure equal constant بتساوي تي على سي بي، ولو الفوليوم equal constant لان تي تي باي دي اس الفوليوم equal constant equal تي على سي في. هنلاحظ دايما ان السي بي اكبر من السي في، وبالتالي هتلاقي السلوب بتاع الفوليوم كونستنت اكبر من السلوب بتاع pressure equal constant. وبالتالي هتلاقي الرسمة عندنا بقت بالمنظر ده، الفوليوم عنده سلوب اعلى، constant volume سلوب اعلى، الكونستنت pressure سلوب اقل. لو تلاحظ الاسهم ديت تقول لي ان ده اتجاه الزياده بتاع pressure، على اساس ان احنا زي ما اتفقنا برضو قبل كده ان كل ما pressure بيزيد كل ما يبقى كده الموشن بتاع molecules هيبقى more confined، هيبقى more restricted، وبالتالي entropy بتاعته هتقل. فهنلاقي ان زياده pressure يتبعها نقص في الانتروبي. الفوليوم العكس، كل ما الفوليوم بيزيد activity بتاعت molecules هيبقى زيد اكتر ويبقى عندها حرية أكتر في الحركة، وبتلاقي إن لما فوليوم يزيد الانتروبي هي كمان هتزيد، فالاتنين في نفس الاتجاه. ده بالنسبة لإن أنا إزاي أرسم الـ TS للـ Ideal Gas. لو حبيت أرسم الـ TS للـ Pure Substance هلاقي كالعادة ظهر لي Bell Shape، الخط اللي على الشمال دايما هو الـ Saturated Liquid، والخط اللي على اليمين هو الـ Saturated Vapor Line، وهنلاقي كالعادة Saturated Liquid Line خط Almost Vertical، أما Saturated Vapor Line بيبقى خط مائل من بتاعه واضح. لو constant temperature line هيبقى خط طبعا horizontal، لو isentropic هيبقى خط vertical. constant pressure زي ما اتفقنا ان T وال S علاقة بينهم direct proportional، فلان هنا في منطقة subcooled liquid ال pressure constant في نفس الوقت علاقة direct proportional. اول ما ادخل في منطقة saturation او wet region بلاقي ان pressure و temperature سواء temperature constant pressure constant بقوا خط واحد منطبق على بعض. اول ما بطلع بقى منطقة saturation pressure equal constant ترجع تاني علاقة تبقى direct proportional بالمنظر ده. وطبعا النقطة دي زي ما احنا متفقين اسمها critical point، والمنطقة ديت اللي هي بعد saturated vapor هي superheated vapor. ده بالنسبة للكلام اللي كنا اتفقنا عليه المرة فاتت، والرسم بتاعت سواء TS لل pure substance او ال TS لل ideal gas ده احنا حاجات نقدر نستنتجها من قوانين السكشن اللي فات. الجزء الجديد اللي هنتكلم عليه النهاردة، زي ما اتفقنا ان احنا في شابتر 2 بندرس الانتروبي علشان نقدر احدد الدايركشن والكواليتي بتاعت البروسيس. بعد ما حددت الدايركشن عن طريق ان انا بحسب دلتا اس توتال، حبينا نحدد الكواليتي. بس بداية انا مش هبتدي احدد الكواليتي بتاعت البروسيس، انا ههتم الاول ان انا احدد الكواليتي بتاعت ديفايس. فطلع تعريف لترم جديد، بارامتر جديد اسمه الايزنتروبيك افشنسي اللي هو ايتا ايزنتروبيك. الايتا ايزنتروبيك مش هتحدد او مش هتقيس الكواليتي بتاعت بروسيس، هي هتقيس كواليتي بتاعت ديفايس. وزي ما اتفقنا برضو الترم الاولاني ان كل الديفايسز اللي عندي بتبقى steady flow devices، بتبقى open system steady state steady flow، وبالتالي isentropic efficiency بستخدمها عشان اقدر انا اقيم الاداء بتاع الديفايس دهوت. وطبعا برضو زي ما اتفقنا الترم الاول ان كل الديفايس اللي احنا بندرسها بتبقى by default adiabatic، بتبقى insulated، وبالتالي على طول ال Q dot او ال heat transfer rate equals zero. طبعا عشان انا اقدر اقيم اداء الديفايس، الديفايس انا بقيم اداءه طبعا بيبقى حاجه اسمها actual device، هو ده الديفايس الحقيقي اللي قدامك اللي انت عايز تقيم اداءه. والاكشوال ديفايس ده زي ما اتفقنا ان هو ادياباتيك، وطبعا طالما ان هو اكشوال يبقى اكيد شغال ايريفرسبل. طالما انا قلت ادياباتيك يبقى انا جنبت موضوع الهيت ترانسفير خالص، وبالتالي كلمه ايريفرسبل ديت على طول تعني ان في فريكشن. عشان اقدر اقيم الاداء بتاع الاكشوال ديفايس كالعاده لازم عندي ريفرنس بقارن بالنسبه له، وبالتالي الاكشوال ديفايس هقارنه بديفايس تاني اللي انا بسميه ايديال ديفايس اللي هو برضه بيكون adiabatic، بس الفرق ما بينه وبين actual device انه بيكون reversible without fraction or fractionless. وبالتالي اقدر اقول انه adiabatic and reversible اقدر اقول انه isentropic. كده انا بقارن between two devices، واحد adiabatic والتاني isentropic. بس مش هنسى حاجة ان انا بقارن ال actual device وال ideal device من ناحية fraction بس. وعشان اقدر اقارن من ناحية حاجة واحدة اللي هي fraction لازم اي حاجة تانية تأثر على الاداء بين الاتنين تكون زي ما بعض. بمعنى تاني، انا دلوقتي عايز اخلي او ادرس تاثير الفريكشن بس، وبالتالي لازم الاكشوال ديفايس والايديال ديفايس الاثنين ادخل لهم نفس الماس فلو ريت. فما ينفعش مثلا الاكشوال ديفايس ادخل له 10 كيلوغرام بير سكند واقارنه بايديال ديفايس داخل 1 كيلوغرام بير سكند. عشان اقدر ان انا اقيم اداء صح لازم الاكشوال ديفايس والايديال ديفايس يبقى داخل لهم نفس الماس فلو ريت، يبقى انا كده جنبت تماما تاثير الماس فلو ريت على البرفورمانس. الحاجه الثانيه، لازم الاكشوال ديفايس والايديال ديفايس
يدخل لهم سيم انلت ستيت او سيم انلت كونديشن. يعني ما ينفعش مثلا اجي على الاكشوال ديفايس اقول انا هدخل له 100 بار واقول على الايجا ديفايس انا هدخل له 10 بار، يبقى انا كده باسرع بيرفورمانس بارامتر تاني مختلف تماما عن الفريكشن. ولا ينفع اقول برضه الاكشوال ديفايس مدخله فلويد عند 100 ديجري سلسيوس والايدل ديفايس مدخله فلويد عند 20 ديجري سلسيوس، برضه ما ينفعش. وبالتالي الشرط التاني عشان اقدر ان انا ادرس تاثير الفريكشن لوحده ان يبقى لازم الاكشوال ديفايس والايدل ديفايس يبقى عندهم نفس الاندلت كونديشن او نفس الاندلت ستيت. وطبعا عشان الاثنين اقدر اقارنهم ببعض لازم الاثنين يبقوا عندهم نفس الدايمنشن. يعني ما ينفعش اجيب مثلا تربن صغيره اقارنها بتربن كبيره، التربن صغيره اقول ان هي دي الايديال والتربن الكبيره او ان هي الاكشوال، وابتدي اقارن واقول ده انا هشوف تاثير الفريكشن، لان كده الدايمنشن اثر على البرفورمانس. وبالتالي علشان اقدر اقارن صح لازم الايديال ديفايس والاكشوال ديفايس يبقى عندهم سيم دايمنشنز. اخر حاجه لازم الاثنين يبقى عندهم سيم اكزيت بريشر مش سيم اكزيت ستيت، تفرق كتير. ليه لازم يبقى عندهم نفس الاكزيت بريشر؟ لان لو ان انا اتكلمت مثلا على توربين، توربين دهوت انا الاوتلت بتاعها الديسشارج بتاعها الفاتحه للاتموسفير، ده لو مثلا بتكلم على الاكشوال ديفايس، اجي للايديال ديفايس اقول لا انا اخلي الاكزيت بتاعي مفتوح على بريشرايز تانك، تانك فيه ضغط عالي جدا، ما اقدرش ساعتها اقيم البرفورمانس لان المكان اللي انت بتخلي التوربينه بتطرد ليه او بتعمل ديسشارج ليه البريشر بتاعه هيأثر في الموضوع ده. وبالتالي لازم الاثنين يبقوا بيعملوا ديسشارج لنفس المكان، وبالتالي الاثنين لازم يبقى الديسشارج بتاعهم يبقى نفس البريشر. عشان كده اخر حاجه لازم تبقى مشتركه بين الاكشوال ديفايس والايديال ديفايس يبقى سيم اكس بريشر. يبقى تاني انا عندي اكشوال ديفايس وعندي ايديال ديفايس، عايز اقدر ان انا اقارن ما بينهم علشان اشوف البرفورمانس بتاع الاكشوال ديفايس هل هو قريب ولا بعيد من الايديال ديفايس. اقيس البرفورمانس انا بقيس بس تاثير الفريكشن مش اي حاجه تانية. وعشان اقدر اقيس تاثير الفريكشن بس لازم اثبت اربع حاجات ما بين الاكشوال ديفايس اللي هو ادياباتيك والايديال ديفايس اللي هو ايزنتروبيك. الاربع حاجات دول نفس الانلت ستيت، نفس الماس فلو ريت، نفس الدايمنشن، ونفس الاكزيت بريشر. نيجي دلوقتي تاني بقى الاكشوال ديفايس اللي انا سميته ادياباتيك، انا هفترض ان انا بدات بستيت 1 اللي هي ده الانلت وخرج عندي بستيت هنسميها 2a، 2a اللي هي 2 اكشوال. اما الايديال ديفايس اللي هو شغال ايزنتروبيك هبدا بنفس الستيت اللي هي اسمها ستيت 1، هوصل لستيت جديده اسمها 2 برضه بس 2s، 2s ديت الستيت اللي انا هوصلها لو مشيت ايزنتروبيك. طبعا هنلاحظ دايما 2a مختلف عن 2s، هنلاحظ دايما ان انا قلت same exit pressure pressure to actual بيساوي pressure to s بيساوي pressure 2، هسميه pressure 2 خلاص. بس هتلاحظوا ان دايما h2s less than h2 actual، وده طبيعي لان في الاكشوال بروسيس بيحصل between المولكيولز وبين السطح وبين كل حاجه friction. الفريكشن ده هيحصل هيؤدي ان في يحصل هيت جنريشن، وبالتالي الهيت ديت هتبتدي تسخن المولكيولز وبالتالي الانثالبي بتاعتها هتبتدي تعلى. فالطبيعي لو مفيش فريكشن هنلاقي نقطه 2 اللي انا هسميها 2s هتطلع بانثالبي اقل، اما لو في فريكشن هيخلي انثالبي يطلع اعلى. بالتالي هتلاقي نقطه 2 actual و 2s الاثنين مشتركين في نفس البريشر، بس لو هقارن انثالبي هتلاقي ان الانثالبي بتاعت 2 actual اكبر من الانثالبي بتاعت 2s. طبعا مش محتاج اكتب هنا حاجه تانية، ان في حاجه تانية لازم انت تستنتجها لوحدك ان الانتروبي بتاع 2 actual لازم تبقى اعلى من الانتروبي بتاع 2s، ده طبيعي لان الفريكشن هيزود الانتروبي. المفروض بقى ان انا ابتدي اخد كل اللي احنا اتكلمنا عليه دهوت في ايزنتروبيك افشنسي ابتدي اطبقه على الديفايسز المختلفه. الديفايسز اللي اقدر ان انا اطبق عليها الايزنتروبيك افشنسي هم خمسه ديفايسز بس، اللي هم التربن والكمبريسور والبامب والنوزل والديفيوزر. هبدا بالتربن. اتفقنا قبل كده برضو ان التربن as a device open system steady state steady flow. التربن as a device is used to produce power، فانا بعتبرها power producing device، device مسؤول ان هو يطلع لي power. اتفقنا برضو كالعاده ان التربن المدخل بتاعها من area صغيره والمخرج بتاعها او الاوتلت بتاعها من area اكبر. هنقول هنا ان انا مدخل التربن اند بتاعها عند state هنسميه state 1 داخل ب pressure 1 و temperature اسمها temperature 1 و mass flow rate معين. هندخل ان الستيت دهوت على التربن اللي هي اوريدي اصلا معزوله ادياباتيك. طبعا لما هكلم على التربن ده انا هكلم على التربن اللي قدامي في الحقيقه اللي هي اكشوال تربن، فهلاقي ان التربن دي هتطلع لي باور بيسميها باور اكشوال، وبتطرد او ديسشارج نقطه هنسميها زي ما اتفقنا 2 اكشوال عندها بريشر 2، عايز اسميه بريشر 2 عايز اسميه بريشر 2 اكشوال عايز اسميه بريشر 2 اس مش فارقه لان بريشر 2 دهوت ثابت، بس عن تمبرتشر اسمها تمبرتشر 2 اكشوال. همسك دلوقتي انا الاكشوال تربن ديت وابتدي اقول ان انا عايز اطبق عليها الفيرست لو اوف ثيرمودايناميكس.
عشان نبسط الموضوع في البداية هقول إن أنا neglecting the change أو rate of change في kinetic energy and potential energy. Applying first law هقول على طول إن Q dot minus W dot actual equals M dot H2 actual minus H1. طبعا Q dot equals 0 طالما الـ turbine ديت adiabatic، وبالتالي أقدر إن أنا أستنتج إن power actual بتاعت turbine equals M dot H1 minus H2 actual. لو نفس الكلام ده هو طبقته الـ isentropic turbine، طبعا لازم يبقى عندها نفس الـ dimensions، نفس نقطة واحد اللي داخلة، نفس الـ mass flow rate اللي عندي، والخارج بتاعها مش هيبقى اسمه 2 actual، طبعا هيبقى اسمه 2s. عنده نفس الـ pressure 2 بس الـ temperature 2s هتبقى مختلفة. temperature زيها زي الـ enthalpy، temperature هتتأثر بالـ friction. ده احنا هناخدها كده a special case إن هي تحصل. ساعات ممكن يحصل حاجة تانية هقولها لك كمان شوية. هنقول هنا للـ isentropic turbine اللي هي شغالة ideal in case إن أنا برضه طبقت first law عليه إن هو نفس القانون ده هيتكرر تاني، هو هو لأن Q dot already برضه بزيرو، كل الفرق إن بدل هنا مكتوب H2 actual هيكتب هنا H2S. لو قارنت دلوقتي power actual للـ turbine بالـ power isentropic turbine، طبعا power isentropic ده بتاع isentropic turbine اللي عندي اللي هي ideal case، هكتشف طبعا لازم دايما الـ power isentropic للـ turbine يكون أكبر من power isentropic sorry power actual بتاع الـ turbine. وده طبيعي لان الفريكشن تنس على طول ان هي تقلل الباور، لان جزء من الباور اللي كان المفروض يطلع عليها هيروح عشان يتغلب على الفريكشن. فدايما هلاقي ان الباور ايزنتروبيك او باور ايديال التربن اكبر من باور اكشوال التربن، ده على اساس ان هي باور بروديوسينج ديفايس، ديفايس بيطلع لي باور. انا دلوقتي عايز اطلع الايت ايزنتروبيك تربن. هيت ايزنتروبيك تربن اتفقنا ان هي بتحدد لي مدى ان انا بقترب للايديال كيس او ان انا ببعد عن الايديال كيس، فانا بالتالي هقارن حاجه من الايديال كيس بحاجه من الاي اس بالاكشوال كيس. طبعا الحاجه الوحيده اللي واضحه بالنسبه لي جدا ان انا اقارنهم ببعض هو ده اللي هيديني حكم كويس جدا على البرفورمانس بتاع الديفايس هو الباور. هو التربن اوريدي اصلا كديفايس هو مسؤول ان هو يطلع لي باور، فانا هقارن الباور اللي طلع لي الاكشوال اللي هو المفروض يبقى صغير بالباور ايزنتروبيك اللي هو الايديال. تاني هقدر اقول على طول power isentropic turbine هيساوي power actual للturbine على power isentropic للturbine. لو ان انا عوضت just in case طبعا ان انا neglecting the rate of change of kinetic energy and potential energy، هقدر اقول ان eta isentropic turbine هتساوي m dot h1 minus h2 actual على m dot h1 minus h2s. طبعا بما ان هم عندهم same flow mass flow rate فm dot هتروح مع m dot، وبالتالي eta isentropic turbine هتساوي h1 minus h2 actual على h1 minus h2s. السؤال بقى، انا لو ان انا عندي case اللي هي التربن نقطة واحد ونقطة اتنين actual دول هيبقوا واضحين قدامي لان ده الاكشوال كيس اللي قدامي على الواقع، ده اللي هيبقى عندي عنهم كل المعلومات اقدر اقيسهم. مشكلتي الوحيدة ان انا عشان احدد نقطة 2s هي already اصلا imaginary، دي مش موجودة، دي حصلت في ideal case. مشكلتي كلها ازاي اعمل evaluation ل h2s. انا كده كده يبقى عندي مقدرة ان انا اطلع h1، يبقى عندي مقدرة ان انا اطلع h2 actual. مشكلتي كلها دلوقتي ازاي اطلع h2s. طبعا الجيفنز اللي هتبقى عندي في اي مسألة عندي او حتى في الحياة العملية، بريشر 1 اقدر اقيسه، تمبرتشر 1 اقدر اقيسها، بريشر 2 اقدر اقيسه، تمبرتشر 2 actual اقدر اقيسها. ان انا اجيب بقى h2s اجيبها ازاي؟ عندي 2 cases. لو ان انا شغال ideal gas اتفقنا ان انا من نقطه 1 نقطه 2 اس ده isentropic process لان ده اوريدي انا شغال جوه isentropic turbine adiabatic and frictionless. وطبعا انا شغال ideal gas فاقدر ان انا ابتدي استرجع المعلومات اللي عندي ان كان عندي في قانون مهم قوي للايديال جاز لو كان ماشي خلال isentropic process اللي هو isentropic ideal gas relation. كان بتقولي دايما ان pressure 2 على pressure 1 equal T2 على T1 power gamma على gamma minus 1. الغلطة الوحيدة اللي انا قلتها في كلامي دلوقتي ان انا قلت T2 لان انا دلوقتي نقطة 2 بقت حاجة من 2، اما 2 actual في الاكشوال بروسيس او 2s. لو انا كتبت هنا T2 actual يبقى الكلام ده كله بالنسبة لي غلط، ما ينفعش. عشان كلامي يبقى صح المفروض اقول P2 على P1 equals T2s على T1 باور جاما على جاما minus 1. pressure 2 معايا، pressure 1 معايا، temperature 1 معايا، اكيد طبعا هبقى عارف نوع الجاز وبالتالي جاما تبقى معايا، اقدر اجيب T2s. عايز اجيب H2s عادي جدا للايديال جاز هقول ان هي CB T2S. ده بالنسبه للايديال جاز. ان كيس ان انا عندي تربن تعمل مع بيور سبستنس برضه الموضوع سهل ما فيهوش اي مشكله. من 1 ل 2S انت شغال ايزنتروبيك بروسيس، انت عايز تجيب H2S، وعشان اقدر اجيب H2S لازم نقطه 2S يبقى عندي عنها معلومتين. معلومتين اوريدي عندك ان pressure 2 اوريدي معاك، S2S بيساوي S1،
طبعا S1 اقدر اجيبها من التيبل، وبالتالي S2S هتساوي S1 معاك P2 معاك S2S، من التيبلز اقدر ادخل اجيب H2S. الحاجة الأخيرة زي ما احنا اتفقنا ان انا اقدر دلوقتي ارسم دايجرام اسمه TS diagram. لو ideal gas خلال turbine بيبقى عندي two pressures، pressure 1 pressure 2، pressure الأعلى طبعا pressure 1، pressure الأقل pressure 2. اوعى تنسى اللي قلناه من شوية، اتجاه زيادة pressure في الناحية دي ماشي من هنا اللي هو عكس اتجاه زيادة entropy. pressure 1 عنده نقطة 1، من نقطة 1 لنقطة 2S هنزل solid line لأن ده totally reversible process adiabatic frictionless لحد ما اوصل نقطة 2S. لو همشي من 1 2 actual هلاقي نفسي شغال ماشي dotted line بالمنظر ده لغاية نقطة اسمها 2 actual. هتلاحظ حاجة زي ما قلنا من شوية ان S2 actual أعلى من S2S، ده طبيعي لأن دايما الفريكشن بيزود الانتروبي. وهتلاقي برضه ان temperature 2 actual أعلى من temperature 2S، وده برضه طبيعي. اشمعنى؟ لأن الفريكشن بتجنريت هيت، والهيت دهوت هيزود التمبتشر بتاعت الموليكولز عند المخرج بعد ما تعرضت للفريكشن. تمام؟ ده لو انا بتكلم على الايديال جاز. ان كيس انا بتكلم على بيور سبستنس برضه كالعاده هرسم بيل شيب بتاعي، عندي تو بريشرز، بريشر اللي فوق اللي هو بريشر الاعلى بريشر 1، بريشر اللي تحت بريشر 2، نقطه 1 على بريشر 1. من 1 ل 2S هنزل على طول سوليد لاين كونستنت انتروبي خط فيرتيكال. 1 2 اكشوال هتلاقي ان انا ماشي مع اتجاه زياده الانتروبي لان الفريكشن هتزود الانتروبي. هتلاقي كالعاده ان S2 actual أكبر من S2S. هل بقى temperature 2 actual أكبر من temperature 2S ولا لأ؟ حسب الكيس اللي عندي، حسب المسألة، حسب الأرقام. لأن already أنا عارف إن H2 actual أعلى من H2S. الفريكشن هي generate heat، الهيت ديت هتبتدي تسخن المولكيولز. بس أوعى تنسى إن أنا بتعامل مع pure substance. لو molecules سخنت ممكن تسبب إن temperature تزيد، ده لو إن أنا already طلعت بره منطقة saturation. ممكن تسخن المولكيولز، والمولكيولز بالنسبة لي جزء منها يحصل له evaporation أكتر، وبالتالي هلاقي نفسي حصل لي shifting من نقطة 2S نقطة 2 actual ناحية saturated river line. بس الـ temperature فضلت ثابتة، temperature ممكن تفضل ثابتة بس الـ enthalpy H2 actual أعلى من H2S. أوكي؟ لو والله نقطة 2 actual ديت طلعت بره منطقة الـ saturation وبقت superheated عادي جدا، temperature 2 actual أعلى من temperature 2S، حاجة عادية مفيش مشاكل. اتفقنا؟ لو ان انا بدات اعمل consideration للتشينج او rate of change في kinetic and potential energy برضه مفيش اي مشاكل. قانون الباور actual للتربن هيبقى negative m dot h2 actual minus h1، ده لغايه هنا بالنسبه لي ده مفيش في kinetic energy او potential. لو ازود بقى التربن بتاع التشينج في kinetic و potential يبقى plus half m dot c2 squared minus c1 squared plus m dot gz2 minus z1. لو ان انا عايز احسب الباور تيربن لو ان هي شغاله زي ايزنتروبيك هتلاقيه نيجاتيف ام دوت اتش 2 اس ماينس اتش 1 بلس هاف ام دوت سي 2 سكويرد ماينس سي 1 سكويرد بلس ام دوت جي زد 2 ماينس زد 1. هتلاحظ حاجه في القانونين دول، اتش 2 اكشوال مش هي نفسها اتش 2 اس زي ما اتفقنا قبل كده، مختلفين عن بعض. ابروكسيميتلي ممكن اقول ان سي 2 اس هي نفسها سي 2 اكشوال، حتى الفروقات فيها بتبقى بسيطه جدا، واصلا تاثير التشينج في كاينتيك انرجي في التيربن مبقاش كبير. فانا ممكن نيجلكتنج اني difference between C2S و C2 actual افترض ان C2S هي نفسها C2 actual، هي نفسها C2 خلاص. وزي ما اتفقنا قبل كده ان سواء بتكلم على ال actual case او actual turbine وال ideal turbine الاثنين نفسهم عندهم نفس ال dimensions، وبالتالي Z2S هي نفسها Z2 actual فهسميها Z2 خلاص. وبالتالي ساعتها اقدر اقول ان eta isentropic turbine بيساوي الكلام ده. طبعا negative هتروح مع negative مش مشكلة، ال m dot هتروح مع ال m dot مش مشكلة لان هو نفس mass flow rate، وهيبقى لك القانون ده. كده احنا قدرنا ان احنا نعرف ازاي اطلع الايزنتروبيك افشنسي للتربن، سواء عندي ايديال جاز، سواء عندي بيور سبستنس، سواء عندي عامل نيجلكت للريت اوف تشينج اوف كاينتيك اند بوتنشال انرجي، او عامل كونسيدرنج الريت اوف تشينج اوف كاينتيك اند بوتنشال انرجي. قبل ما نخلص السكشن دهوت عايزين نعمل بس ابلكيشن سريع كده على موضوع التطبيق او ان انا اطلع الايزنتروبيك افشنسي للتربن. Sheet 2, مسألة رقم 19 كانت تقول لي steam enters an adiabatic turbine at 7 megapascal 600 degrees Celsius and 80 meters per second and leaves at 50 kilopascal 150 degrees Celsius and 140 meters per second. If the power output of the turbine is 6 megawatt, determine the mass flow rate of the steam flowing through the turbine, the isentropic efficiency of the turbine. باختصار المسألة بتقولي إن أنا عندي turbine، وقال لي في المسألة إن التربن ده adiabatic معزولة داخل لها state 1
pressure 1 بيساوي 7 ميجا باسكال, temperature 1 equal 600 degree Celsius, والسرعة اللي هي C1 equal 80 meter per second. هيخرج منها نقطة هنسميها 2 actual, لأنه already هو بيكلمنا على حاجة actual. تمام, هو الطبيعي إن في أي حاجة بيكلمنا عليها الـ actual, الـ idle ديت هي حاجة تخيلية أصلا موجودة عندي, فأنا ببتدي أحط لها أنا الـ considerations بتاعتها, ما بتبقاش قدامي, أنا اللي بتبتدي ألفها من الأول عشان أقدر إن أنا أحاول إن أنا أعمل ليها approach. فالنقطة اللي عندي اللي هو مديهاني عند discharge اللي هي نقطة رقم 2, هي دي نقطة 2 actual, عندها pressure 2 equal 50 كيلو باسكال, temperature 2 actual 150 degree Celsius, C2 equal 140 meter per second. While in turbine that producing power أو output power بتاع اللي power actual turbine equal 6 megawatt. تمام, ما ننساش ان هو اول حاجة قال لي ان ده steam, فبالتالي working fluid عندي pure substance, انسى خالص موضوع القوانين بتاع PV equal MRT والCV والCB, كل تعاملي بالتابلز كالعادة زي ما اتفقنا. دي كده كده احنا بالنسبة لي دي مسألة زي الترم الأول بالظبط, عندي two states steam, همسك كل state هبتدي أكشف عليها في الجداول, وبالتالي اتفقنا عشان أقدر أجيب state في الجدول لازم أدور على لكل state على معلومتين من أصل 9. التسعة زي ما اتفقنا هما ال B وال T وال V وال U وال H وزادت معاها ال S, أو يقول لي صراحة إن هو saturated liquid, أو يقول لي صراحة إن هو saturated vapor, أو يديني ال X. State 1 لو شوف بسيط عليها لأنه مديني معلومتين أساسا, pressure 1 equals 7 ميجا باسكال و temperature 1 equals 600 degree Celsius. طبعا مش محتاج اقول ان ديت حالتها سوبر هيت ستيم, عرفت ازاي؟ لان temperature 1 equals 600 degree Celsius اصلا اعلى من temperature بتاعت critical point اللي هي في حدود 375 درجة مئوية. وبالتالي على طول اقدر اكشف على طول من جداول السوبر هيتد ووتر اللي هي تيبل A6, هدخل عند 7 ميجا باسكال احدد البلوك بتاعي اللي هو 7 ميجا باسكال, وبعد جوه البلوك بتاع 7 ميجا باسكال اقف عند temperature equals 600 degree Celsius. انا عايز اجيب ايه؟ طبعا اليو انسوا خالص, انا هنا بتعامل مع open system steady state steady flow, انا عايز H. الفي سبيسيفيك ملهاش اي معنى عندي, ملهاش قانون, واوعى تنسوا ان احنا دلوقتي بنتعامل مع شابتر انتروبي, او ان انا بقيت اتعامل مع سكند لو. وانس ان انا بقيت اتعامل مع سكند لو يبقى بروبرتي مهمه جدا اجيبها هي الاس, فانا بالتالي انا هدخل عند 7 ميجا باسكال 600 دي سيلسيوس تيبل A6, هطلع معلومتين بس في نقطه واحد H1 و S1. يا ريت انتوا جربوا تدوروا على الأرقام ديت بنفسكوا, هتلاقوا إن H1 هتطلع بتساوي 3650.6 كيلو جول بر كيلوغرام, S1 equals 7.091 كيلو جول بر كيلوغرام كلفن. كده نخلص State 1. هبدأ أشتغل على State 2 Actual, هلاقي برضو إن أنا عندي معلومتين جاهزين, Pressure 2 equal 50 كيلو باسكال, طبعا 50 كيلو باسكال هو 0.05 ميجا باسكال, هعرف ليه دلوقتي أنا حولتها لميجا باسكال, Temperature 2 Actual equal 150 degree Celsius. برضه مش محتاج اقول ان انا سوبر هيتد. عرفت ازاي ان هو سوبر هيتد؟ اوريدي انت عندك بريشر 50 كيلو باسكال اللي هو نص بار, وانا عارف ان التي ساتوريشن بتاعت 1 بار اولموست بتساوي 100 ديجري سيلسيوس, فيبقى نص بار المفروض تمبرتشر ساتوريشن بتاعها اقل من 100 ديجري سيلسيوس, هو مدين تمبرتشر 150, وبالتالي هي على طول سوبر هيتد. كالعاده هدخل برضه تيبل A6 بتاع السوبر هيتد ووتر تيبل, هحدد البلوك بتاع البريشر, بس اوعى تنسى ان في A6 بريشر زي ميجا باسكال, عشان كده حولت من 50 كيلو باسكال حولتها لميجا باسكال اللي هي 0.05. حدد البلوك بتاع 0.05 ميجا باسكال وادور جوه البلوك دهوت على التمبرتشر بتساوي 150 ديجري سيلسيوس. كالعاده انا بدور على معلومتين, اول معلومه هي ال H2 actual, هلاقي ان H2 actual طلع بتساوي 2780.2 كيلو جول بر كيلوجرام, S2 actual 7.9413 كيلو جول بر كيلوغرام كلفن. برضو ايه تعملوا تشيك على الارقام ديت. بعد ما طلعت الرقمين دول, او سوري تو ستيتس, ستيت 1 ستيت 2 actual, ما انساش ان انا ستيل عايز ستيت 2s. عايز ستيت 2s ليه؟ لان اوريدي في requirements اللي هو طالبها مني في مساله, تاني requirement عايز isentropic efficiency of the turbine, وبالتالي انا مهتم جدا بستيت 2s. كالعاده ستيت 2s انا عايز لها معلومتين. أول معلومة pressure 2, هي already pressure 2s, هو نفسه pressure 2 actual, هو نفسه pressure 2 خلاص, بيساوي 50 كيلو باسكال اللي احنا اتفقنا 0.05 ميجا باسكال. عايز معلومة تانية, ده pure substance, وهستفيد من موضوع ان ال process من 1 ل 2s ده isentropic process, وطبعا هو isentropic process هقدر اقول ان S2s هي نفسها S1, وانا من الخطوة اللي قبلها بشوية انا كنت جايب S1 بتساوي 7.09, تقدر اقول ان S2S هي نفسها S1 equals 7.091 كيلو جول بر كيلو جرام كلفن, على اساس ان البروسيس 1 2S isentropic process. هنا احنا نقع في موضوع ان انا لازم اقارن, انا معايا pressure ومعايا entropy.
علشان نعمل مقارنة زي ما اتفقنا برضو الترم الأول في الثيرمال فيزيكس. أقسم معلومتين اللي عندي، معلومة أساسية ومعلومة فرعية. كالعادة المعلومة الأساسية اللي عندي pressure، معايا pressure بيدخل عندي table، طبعا table A5، table A5 اللي هو saturated water pressure entry table. هدخل ال table وأدور على pressure، أوعى تنسى إن pressure sorry table A5 pressures موجودة بالكيلو باسكال. هقعد أدور لحد ما ألاقي pressure 50 كيلو باسكال، وأبدأ أطلع من هنا SFSG. هلاقي SF تطلع من table equal 1.0912 كيلو جول بير كيلو جرام كلفن، و SG تطلع بتساوي 7.5931 كيلو جول بير كيلو جرام كلفن. طبعا بقت واضحة تماما أن SF أقل من S2S، بس SG أعلى من S2S، وبالتالي أقدر إن أنا أستنتج على طول إن الكيس اللي عندي هي saturated mixture. Once إن أنا عرفت إن أنا saturated mixture ما تقفلش الجدول، طلع بالمرة HFHG. هتلاقي HF هتطلع 340.54 كيلو جول بير كيلو جرام، والـ HG هتطلع بتساوي 2645.2 كيلو جول بير كيلو جرام. واتفقنا طبعا انت اكتشفت ان الكيس بتاعتك او الستيت بتاعتك ساتيوريتد ميكتشر، على طول تروح تجيب X اللي هي الدراينس فراكشن او بنسميها كواليتي. دراينس فراكشن اللي هي اسمها X2S هتساوي على طول S2S minus SF على SG minus SF. انا معايا S2S already هي نفسها S1 SF SG، انا قدرت اجيبهم. اقدر احسب من هنا على طول X2S اللي هتطلع بتساوي 0.923. بعد ما جبت X2S وانا معايا HFHG، نفس القانون بالظبط هقول على طول X2S equal H2S minus HF على HG minus HF. X2S معايا، HF عندي 340.5، HG 2645.2، بقى عندي مجهول وحيد اللي هو H2S، يطلع H2S على طول equal 2467.2 كيلو جول بير كيلو جرام. دايما لازم ابقى مشغل مخي وانا بحل، انا ما بحلش مساله وبطلع ارقام وخلاص، انا لازم اعرف انا ماشي على التراك صح ولا غلط. انا طلعت H2S، وقبلها بشويه طلعت H2Actual. H2Actual 2780، H2S 2467. هكتشف على طول ان H2S اقل من H2Actual، وده بيديني indication نسبيا ان انا صح. صح لان friction طبيعه تخلي H2Actual اعلى من H2S. كده احنا قدرنا نطلع كل الـ Proverses بتوع 3 States اللي انا محتاجهم: State 1, State 2 Actual, State 2S. عشان ابتدي اقدر احل بقى المسألة، أول خطوة Apply First Law of Thermodynamics، ده طبيعي. Q dot minus Power Actual Turbine Q dot minus Power Actual Turbine equals M dot H2 Actual minus H1 plus half C2 squared minus C1 squared. اوعى تنسى انهم مديني السرعات. نيجي نطبق بقى على طول. Power actual هخليه negative 6 times 10 power 3 كيلو وات. طبعا انت عارف ان انا بقول ده غلط، انا شاطب عليه اساسا. M dot H2 actual 2780.2 minus 3650.6 plus half 140 squared minus 80 squared. اللي فكر كده غلط، ده عشان نبقى متفقين الكلام ده هيبقى سيء جدا، لان انت كده مشيت المسألة كويس قوي، جيت عند خطوة المفروض ان دي غلطة مفيش مهندس يقع فيها. انت كده حطيت لي equation اليونتس بتاعتها مش واحدة. اللي فكر كده قال لي انا هخلي power بدل ما هو ميجا وات انا هخلي كيلو وات، وهخلي ال h كيلو جول. بس مشكلته ان هو ما بصش للسرعات، انت حاطط لي كده سرعات متر بير سكند سكويرد، انت هنا شغال اس اي يونتس عادية جدا، وهنا انت شغال بالكيلو، كيلو جول كيلو وات، ده ما ينفعش. وحد اليونتس اللي انت شغال بيها. الكلام الصح يقول لي ايه بقى؟ نيجاتيف 6 تايم 10 باور 6 وات، كده وخليها شغال وات، equals m dot 2780.2 times 10 power 3 joule per kilogram minus 3650.6 times 10 power 3 joule per kilogram plus half 140 squared minus 80 squared. كده انت صح، كده انت وحدت كل يونس، كده الاكويشن مكتوبه صح، كده تقدر تجيب m dot وانت مطمن. هتلاقي m dot طلعت بتساوي 6.946، طبعا اكيد يونت بتاعتها كيلوجرام بير سكند، لان انا واثق من اليونت اللي انا شغال فيها من اول المعادله. كده انا قدرت اجيب اول requirement عندي لو كان طالب الماس فلو ريت. تاني requirement كان عايز الايتا ايزنتروبيك للتربن. اوعى تنسى ان الايتا ايزنتروبيك للتربن هي power actual للتربن على power ايزنتروبيك للتربن. power actual هو اوريدي هو مديهولك في المسألة 6 ميجا وات. مشكلتي دلوقتي ان انا ازاي اقدر احسب الباور ايزنتروبيك. هي نفس المسألة بالظبط، apply first law، بس ما بدي apply first law على الايزنتروبيك process من 1 ل 2S. نفس القانون ده، هو القانون ده،
كل الموضوع ان انا كتبت power negative minus power isentropic equals m dot بدل h2 actual حطيت h2s minus h1 plus half c2 squared minus c1 squared. still خد بالك من اليونتس ما تستعجلش. m dot احنا قايلين نفس mass flow rate سواء actual او ideal 6.946 h2s طلعناه 2467.2 times 10 to the power 3 minus 3650.6 times 10 to the power 3 plus half 140 squared minus 80 squared. كل حاجة معايا هلاقي على طول power isentropic turbine هيطلع لي برقم ضخم جدا وات، هقسمه على 10 to the power 6 يطلع لي على طول رقم بالميجا وات اللي هو 8.174 ميجا وات. عايز اجيب ايتا isentropic turbine هقول ان هي power actual للturbine على power isentropic للturbine. power actual للturbine هي 6 power isentropic للturbine 8.174 times 100 عشان احولها percentage يطلع لي ايتا isentropic turbine equals 73.4%. كده انا برضو حملت check ان انا صح ان ايتا isentropic للturbine ما طلعتش اكبر من 100% هي اصلا تبقى impossible process ما ينفعش تحصل خالص. دي كده اول مسألة احنا حليناها للتربن. كده هيبقى ناقص لي ان شاء الله السكشن الجاي ان انا اخلص الايتا ايزنتروبيك لو ان انا طبقتها على كومبريسور او طبقتها على بامب او طبقتها على نوزل او طبقتها على الديفيوزر. اتمنى ان يكون الموضوع بالنسبة لكم واضح تماما ان شاء الله. لو حد عنده اي سؤال يا ريت ما يسألني على طول ما يتبددش في حاجة، واتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. السلام عليكم.